أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بصلي إنه الرب يباركك اليوم من خلال التأمل. وعلى فكرة بصلي إنه كل التأملات اللي بتشاهدوها يوميا تكون سبب بركة لحياتك، استفادة روحية أيضا ليك ولكل محبيك اللي بيسمعوا واللي بيشاهدوا هذه التأملات. الغرض هو فعلا إنه نرفع اسم الرب يسوع المسيح، ومحتاجين نبنى بالكلمة ونتعزى ونتشجع، ولا سيما في هذه الأيام الصعبة. اليوم أنا بحب أدعوكم إنه نسمع لهذا التأمل، كتير كتير مهم. رح أتكلم عن الروح القدس يدمر الأعمال السحرية. في سفر أعمال الرسل يسمى سفر أعمال الروح القدس، وإحنا بنمشي ومنتابع خطوات يسوع المسيح في الموضوع، نعمل أعمال المسيح، لأنه هو الذي وعدنا خير لكم أن أنطلق عشان يبعث يرسل الروح القدس. وقال أيضا أعمالا تعملون بل تعملون أعظم منها لأني ماض إلى أبي. وفعلا المسيح اتكلم مع التلاميذ، قال اشفوا مرضى، اخرجوا شياطين. وفي بشارة مرقس اصحاح 16 قال اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وهذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. وفعلا الكنيسة الأولى امتلأت من الروح القدس ونفذت أوامر يسوع المسيح، كانت تتعلم بكلمة الله، وكانت تكرز ببشارة الملكوت، وكانت تصنع خير لمساعدات الناس، وأيضا كانت تشفي الكنيسة. الرب استخدمها بسلطان إلهي إنه يشفوا المرضى، وأيضا الكنيسة كانت تخرج الأرواح الشريرة النجسة. هل تغيرت الكنيسة؟ هي نفس الكنيسة، جسد المسيح، ما زالت حتى يومنا هذا. وعندما قال يسوع أبني كنيستي، إنه يبنيها ويستخدم بل يستثمر كنيسته لتقوم بأعمال المسيح ولمجد يسوع المسيح. امتلأت الكنيسة من الروح القدس وقامت في كل هذه الآيات. وفعلا الله بارك بالآيات التابعة، ومن ضمن خدمة الكنيسة عندما امتلأت من الروح القدس تدمر أعمال الشيطان، تدمر الأعمال السحرية، تدمر أعمال العرافة. واليوم ما تغير الوضع، يمكن اليوم متقنا أكثر يعني ومحدس أكثر، لكن الروح هو روح يعمل في أبناء المعصية. الروح هو الذي يعمل عن طريق اللعنة، هو الذي يستعبد الناس ويقيدها بأصفاد وأغلال العبودية. واليوم كتير من الناس عندها روح الضلال، عندها روح الكذب، عندها روح الشهوة والزنا، روح النجاسة، مستعبدين مقيدين بأرواح شريرة متنوعة. والأكبر أحبائي اليوم بتشوف موضوع الأبراج في كل مكان، الأبراج التي تستخدم للعرافة، وعدا عن التعاويذ والكتابات السحرية وطبعا التي تعلق وهكذا أمور سحرية. في العهد القديم في وصايا واضحة أن النفس تقطع اللي بتمارس هذه العادات. في العهد الجديد الكنيسة امتلأت من الروح القدس، والروح القدس هو اللي بيساعد الكنيسة انه تدمر اعمال الشيطان. قال يسوع او قيل عن يسوع ان ابن الانسان او ابن الله جاء لينقض اعمال ابليس. والرب يسوع قال في يوحنا 10 السارق يعني الشيطان لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. امتلأت الكنيسة من الروح القدس وفعلا انطلقوا وكرزوا وبشروا
والرب استخدمهم بشفاءات ومعجزات كثيرة، لكن من ضمن الأعمال الخارقة هو أنه تعاملوا مع السحر، مع مملكة السحر ليدمروها. فمثلا البشارة انتشرت من أورشليم إلى السامرة، ونقرأ في سفر أعمال الرسل عن واحد اسمه فيليبوس. فيليبوس كان واحد من الشمامسة السبعة، وإحنا مبارح أو حكينا عن استفانوس لازم يكون مشهودا له، ولازم يكون ممتلئ من الروح القدس، وطبعا ممتلئ بالقوة، ممتلئ من الإيمان، ممتلئ بقوة وحضور الله. والله استخدم فيليبوس المبشر، يمكن هاي الكلمة الأولى اللي قيلت عن شخص إنه مبشر، أي مبشر الأخبار السارة بكلمة الله. وابتدأت خدمته بنهضة عظيمة جدا في السامرة، وهي النهضة كان فيها الرب استخدمه بآيات وعجائب كثيرة. لكن في واحد في السامرة كان اسمه سيمون الساحر، وكان بيستعمل السحر ويدهش شعب السامرة، وكان يقول عن هذا الساحر هذا هو قوة الله العظيمة، يعني شبيه لكلمات عندما موسى واجه فرعون أو سحرة فرعون، كأنه قوة. والمسيح يعني تكلم عن خدمته أنه بروح الله يخرج الشياطين، ومرة تانية بيقول بإصبع الله، يعني بحضور بقوة الله. فيليبوس المبشر خدم في السامرة، وفعلا يعني الرب استخدم بآيات وعجائب عظيمة اللي أدهشت الشعب. وواحد من الناس سيمون الساحر لما شاف طبعا انبهر جدا. وبعدين لما الرسل سمعوا في القدس في أورشليم انه في نهضة في السامرة، ارسلوا بطرس ويوحنا حتى يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين. وفعلا بطرس لما صلى وكثير منهم امتلأوا من الروح القدس، شاف المنظر سيمون الساحر واندهش واعجب من هذا المنظر، فظن سيمون انه رح يشتري موهبة الله بالفضة. فبطرس اللي ميز كان عنده روح التمييز، قال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. يعني بطرس استخدم سلطان إلهي أن يسكت هذا الساحر، وارتعب وطلب من بطرس أنه يطلبوا من الله يصلوا من أجله. لعاوز أقول أحبائي، أرواح الشر والشياطين بتخاف من المؤمن اللي فيه حضور الله، بكلمات أخرى من المؤمن مثل فيليبوس الممتلئ من الروح القدس، كان مستخدم وكان مستثمر من الرب. وابتدأت الإرساليات المسيحية في أنطاكيا سوريا في أعمال 13، وأرسلوا بولس الرسول وبرنابا في الرحلة التبشيرية الأولى الروح القدس اللي أرسلهم، لأنه كانوا ممتلئين من الروح القدس. وهي الرحلة ابتدأت في جزيرة قبرص، وهم بيتكلموا في هذه الجزيرة في واحد اسمه عليم الساحر، وكان بيقاومهم بشراسة، قاومهما عليم الساحر. وأما شاول الذي هو بولس أيضا مكتوب عنه، فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال له: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ والآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى، لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، وعندما رأى طبعا الناس هذا الأمر خافوا جدا وارتعبوا من القوة الروح القدس الموجودة في بولس الرسول
انه كان عنده سلطان الهي، سلطان رسولي، انه يؤمر بالعمى، وانه يؤمر هذا الشخص، وكان اسكات للارواح الشريره والشياطين اللي كانت تعمل في هذا الساحر، عليم الساحر. فشفنا الله استخدم فيليبوس انه يربح سيمون الساحر، وشفنا بطرس كيف انه نفس هذا الساحر اراد انه يشتري موهبة الله فالرب ضربه، وشفنا عليم الساحر كيف بولس استخدم الرب انه يضربه في العمى. وهكذا امتدت احباء خدمة الرسل. منشوف الرسول بولس في منطقة فيليبي في اعمال الرسل اصحاح 16، ومنشوف انه كان في جارية بها روح عرافي، روح خطير جدا. هذا الروح بسموه روح بايثون، اللي ابتدأ من معبد دلفاي وكان بوزعوه في مدن يونانية كثيرة، وكانت كل يوم بتصرخ وبتصيح على بولس. فبولس أمر هذا الروح اللي في الجارية، أمر الروح الشرير، قال أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها، فخرج في تلك الساعة. فهذا طبعا كان بسلطان إلهي في اسم الرب يسوع المسيح، طرد الروح الشرير وروح العرافي اللي في هذه الجارية. ثم في أعمال 19 كمان نهضة عظيمة، تعتبر واحدة من أعظم نهضات العهد الجديد، يعني مثل النهضة اللي قام فيها فيليبوس في أعمال 8 في السامرة، هنا كانت في آسيا الصغرى في أفسس. ولما شافوا قوة الروح القدس الموجودة في بولس، ومن قبلها كان في تلاميذ يوحنا امتلأوا من الروح القدس، طبعا كان في كاهن عنده 7 بنين اسمه سكاو، وابتدأوا بالتعويذ يعني بكلمات وتمتمات يقولون نقسم أو نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وطبعا يعني كانوا بيستخدموا اسم الرب يسوع خطأ، فعم بيذكروا الاسم لكنهم مش متحدين في هذا الاسم ولا ملتصقين في هذا الاسم. طبعا مكتوب أحبائي إن الروح الشرير هجم عليهم وبهدلهم. فكتير مرات أحبائي مهم ندرك إنه أنا لازم أكون محتم ومغطى بدم المسيح، أنا لازم أؤمن إنه يسوع المسيح هو ابن الله، وأنا لازم عندما أستخدم سلطان الاسم اسم الرب يسوع المسيح أكون مؤمن بهذا الاسم وحصلت على الخلاص واغتسلت بدم يسوع المسيح، أكون ملتصق بيسوع المسيح، أصلي باسم الرب يسوع المسيح، يكون عندي الإيمان بيسوع المسيح والاحتماء بدم الرب يسوع المسيح. في أفسس أحبائي الرب استخدم بولس إنه يدمر مملكة السحر ومملكة العرافة. مكتوب وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها. في أعمال 19 دمر مملكة السحر. واليوم أحبائي للأسف في كتير ناس بدل ما تيجي للرب يسوع المسيح بتروح للعرافين، بتروح للسحرة، واللي عاوز يتخلف، واللي عاوز يستخدم السحر الأبيض أو السحر الأسود أو تعاويذ أو كتابات معينة أو أعمال سحرية. النتيجة منجيب اللعنة على حياتنا ومنجيب اللعنة على بيوتنا. اليوم أنا بدعوك إنك تتحرر باسم الرب يسوع المسيح. مكتوب فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. المسيح يستطيع أن يدمر مملكة الشيطان، المسيح يستطيع أن يدمر كل أعمال سحرية ممسوك فيها، سواء من الماضي، من لعنات الماضي، سواء من علاقات خاطئة في الماضي، سواء أنك سمحت لأعمال شيطانية، أعمال ظلمة تدخل حياتك وانت ما حسمت الأمر. اليوم تعال إلى الرب يسوع المسيح، قل له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ، اغسلني بدمك الطاهر الكريم،
وصلي قل له بالإيمان أنا أؤمن أنك أنت هو المخلص الوحيد، أنت هو يسوع المسيح ابن الله. قل له يا رب أنا اليوم بحتمي في دمك، واليوم أنا بلتصق فيك، متحد في شخصك، وأنا اليوم بصلي في اسم الرب يسوع المسيح، دمر كل أعمال سحرية، كل كتابات، كل شيء لا يمجدك في حياتي، أعطيني أتمتع بالحرية الكاملة. كنيسة المسيح كانت تمتد وما زالت تمتد أحبائي، لأنه جزء كبير من الامتلاء بالروح القدس هو تدمير مملكة الشيطان. واليوم الكنيسة ماخذة موقف إنه هذه يمكن أوهام، وهذه وساوس نفسية، وهذا انفصام في الشخصية، وهذه مخاوف معينة، وبحاولوا يعطوا كل التبريرات. طبعا مش كل شيء نقول عنه شيطان أو لا، أنا بتكلم إحنا وجودنا حضور الله هو إزعاج لمملكة الشيطان، هو تدمير لعمل الشيطان في حياة الناس، ونقتنس الناس من قبضة الشيطان. مكتوب لأننا لا نجهل أفكاره، لألا نصبح مطمعا بل مطعما يتغذى علينا الشيطان. باسم الرب يسوع حماية على أذهاننا، نهدم كل حصن وكل فكر يرتفع ضد معرفة الله، ونستأسر كل فكر لطاعة المسيح، ونعلن شفاء مش بس لعائلات وأفراد لكن لبلاد، لأنه كتير من البلدان الممسوكة بعمل الشر وبعمل الشرير محتاج، المناخ الروحي ملوث بالشر، محتاجين نكسر هذا المناخ حتى كنيسة الرب تمتد. أنا شخص أحبائي أؤمن أنه الرب يسوع رح يجيب نهضة، ورح نشوف أعمال أعظم من أي وقت مضى. الرب يسوع غير محدود، طوبى للشخص الفعلا ممتلئ من حضور يسوع، ممتلئ من الروح القدس. وأنا بصلي اليوم الرب يفك كل أسر وكل قيد من حياتك، وبصلي اليوم حرية وشفاء على كل مشاهد وعلى كل مستمع. وعلى فكرة إذا بتحتاج لصلاة صدقني إحنا منصلي لكل شخص بشكل فردي. اكتب لنا، اتواصل، شارك هذا الفيديو مع آخرين، وبصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح حرية لك ولأسرتك. آمين.